السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبائي طلاب وطالبات الصف الثاني في قناة دروس لدرس آخر من دروس العلوم. موضوع درسنا لهذا اليوم: لماذا تبدو الشمس وكأنها تتحرك؟ من إعداد وتقديم معلمتكم الأستاذة سارة المغربي. فلنبدأ وعلى بركة الله. سنتعلم اليوم بإذن الله تعالى تغير الظل، حركة الشمس، لماذا تبدو الشمس وكأنها تتحرك. إذن سنتعلم اليوم تغير الظل، حركة الشمس، لماذا تبدو الشمس وكأنها تتحرك. فلنبدأ. ركزوا صغار الحلوين من الصف الثاني الابتدائي وصغيراتي على هذه الصورة ولاحظوا ما الذي يحدث. نركز جيدا. نعم صغير الطالب وصغيرة الطالبة، ما الذي ظهر؟ ما الذي ظهر؟ نعم تظهر الشمس، بارك الله فيكم. ما الذي حدث لهذه الشمس؟ نعم كأنها تتحرك، رائع وملاحظة جيدة. أين توجد الشمس؟ نعم توجد في السماء. إذن الشمس تظهر كأنها تتحرك في السماء وتغير موقعها. أين نعيش؟ هل نعيش على سطح الشمس؟ لا، نعيش على سطح الأرض ونرى الشمس. وين نراها؟ وين نراها؟ بارك الله فيكم، في السماء. ممتاز ورائع. تعلمنا سابقا أن الأرض ثابتة، هل هذا صحيح؟ لا، بارك الله فيكم، الأرض. ممتاز ورائع حبايب الحلوين ومتابعيني، الأرض تدور. لأن الأرض تدور حول الشمس تبدو الشمس وكأنها، رائع، تبدو الشمس وكأنها تتحرك. إذا لماذا تبدو الشمس وكأنها تغير موقعها؟ نعم لأن الأرض تدور حول الشمس، وكذلك القمر الذي يظهر في وقت الليل يبدو كأنه يتحرك ويغير موقعه، لأن الأرض تدور حول الشمس ويتبعها القمر الذي سوف نتعرف عليه بإذن الله في درس قادم. لاحظ الصورة الأخرى، ما الذي حدث لموقع الشمس؟ نعم هنا جهة اليمين، لاحظ الشمس، والجهة الأخرى ظهر بدلا عنها، رائع، ظهر بدلا عنها القمر. متى تظهر الشمس؟ ممتاز، أسماءكم رائع. تظهر في الصباح الباكر، تشرق علينا، بينما في المساء تغرب الشمس وتغيب ويظهر بدلا عنها، رائع، القمر. إذن الشمس تغير موقعها من اليمين إلى اليسار، من جهة الشرق إلى جهة الغرب. تسمى هذه الحركة وماذا تمثل؟ من الشرق إلى الغرب تشرق علينا في الصباح وتغرب في المساء. ممتاز، نسميها، بارك الله في الحلوين، الشروق والغروب. إذن حركة الشمس الظاهرة كل يوم من الشروق إلى الغروب، بارك الله فيكم. لاحظ هنا عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة، ركزوا معي أيضا في هذا المقطع.
ما الذي حدث؟ ما الذي يوجد في الصورة؟ ماذا حدث؟ لاحظ الشمس أطلت علينا ملكة الكون. نعم، بدأت تتحرك، تبدو وكأنها تحركت لأن الأرض تدور حولها. لاحظ أشرقت من الشرق، ممتاز، أسمعكم رائعين، وتوجهت إلى الغرب. لاحظ الشجرة، ما الذي تكون وقتها عندما مرت الشمس عليها؟ بارك الله فيكم، ظهر ظلها على سطح الأرض، رائع. إذن ظلال الشجرة وأي جسم تحت الشمس يظهر له ظلال. بارك الله فيكم، في أي وقت يظهر الظلال؟ نعم، يظهر الظلال في وقت الليل؟ لا، في وقت النهار يتكون ظلال الأشياء. إذن نستطيع رؤية الظلال التي تكونها الشمس للأشياء والتي تبدو من وقت إلى آخر خلال النهار. بارك الله فيكم. لاحظ الصورة الأخرى، هنا في أي وقت؟ ممتاز، تحت الصورة تبدو الثامنة صباحا، أين الشمس؟ رائع، إنها منخفضة عن السماء. بارك الله فيكم، لاحظ الصورة الأخرى، إنها الثانية عشر ظهرا، أين موقع الشمس؟ رائع، إنها في الأعلى في عمود السماء. لاحظ الأخرى، الصورة الثالثة، الخامسة والنصف مساء، بدأت الشمس تودعنا وتتجه ناحية الغرب. ممتاز، وقت الغروب. إذن تبدو الشمس وكأنها تتحرك، ونلاحظها عندما يتغير طول الظلال خلال ساعات النهار اعتمادا على موقع الشمس أين؟ رائع، في السماء. بارك الله فيكم، في الصباح أين الشمس؟ ممتاز، تبدأ ترتفع الشمس منخفضة في جهة الشرق. لاحظ الصورة الثانية، ممتاز، في منتصف النهار نرى الشمس عالية في السماء. بارك الله فيكم، في وقت الغروب، ممتاز، عندما يحل الظلام نتصور أن الشمس غابت في السماء، ويبدو علينا الآن في وقت الغروب ظهور، نعم، ظهور القمر. إذا تبدو الشمس وكأنها تتحرك في السماء لأننا نرى ظل الأجسام يتغير من وقت إلى، ممتاز، إلى آخر. لاحظ الظلال هنا مختلفة في ثلاثة صور. في الصورة الأولى لاحظ الظلال طويلة، والصورة الثانية ممتاز قصيرة، والصورة الثالثة تبدو وكأنها مثل الصورة الأولى. رائع، إذن أيوة سمعتكم قرأتوها، الظلال الطويلة تعني أن الشمس منخفضة أكثر في السماء ثم يتغير. بارك الله فيكم، إذن لاحظوا الصورة هنا والصورة هنا، الظلال طويلة، لماذا؟ الشمس منخفضة، رائع، بينما في الصورة الوسطى، ممتاز ورائع، الظلال قصيرة لأن الشمس، ممتاز ورائع. طيب حبايبي الحلوين، سؤال جميل، مثل جمالكم، ما هي أهمية تغير الظل في حياة الناس وفي حياتنا؟ ها حبايبي الحلوين،
لماذا الظل مهم بالنسبة لنا؟ ها؟ أذكركم، عندما نسمع صوت المؤذن فإننا نتجه، رائع، نتجه للصلاة. بارك الله فيكم. إذن أهمية تغير الظل في حياة الناس، ممتاز، بارك الله فيكم، في معرفة أوقات الصلاة، رائعين. سؤال: لماذا تبدو الشمس وكأنها تتحرك في السماء؟ يلا حبايبي الحلوين، من اللي يجاوبني ومتابعني؟ ها، من شوي ذكرناها، ها، رائع، لأن الأرض تدور حول الشمس، تبدو الشمس وكأنها تتحرك في السماء، بارك الله فيكم. نراجع اليوم ما تعلمناه بإذن الله خلال الدرس مع حبايبي الحلوين. تعلمنا اليوم لماذا تبدو الشمس وكأنها تتحرك؟ لماذا؟ ها، من يذكر لي الأسباب؟ نعم، أول سبب يظهر لأن الشمس من الشرق إلى الغرب تتحرك من جهة الشروق والغروب، بارك الله فيكم، وهذه الحركة تظهر من خلال الشروق والغروب. أيضا لأن الأرض تدور حول الشمس، رائع. أيضا نرى حركة الشمس من خلال ظلال الأشياء، ويختلف من وقت إلى آخر مرة طويل عندما تكون الشمس منخفضة في السماء، وعندما تكون مرتفعة في السماء تبدو الظلال قصيرة. استمتعت معكم حبايبي الحلوين في درس اليوم، وإلى اللقاء في درس آخر بإذن الله.